ضربوه بيه، ضربوك فوق، ضربوه بيه. يا اخوانا اللي هنا، يا جماعه اللي هنا، سلوى سلوى سلوى، الحق جدك مغمى عليك. ايه رفع، اطلع هات الشنطه من فوق واطلب اللي تعمل بسرعه. طب حاضر. ايه ده؟ ايه ايه في ايه؟ ايه اللي جابك يا وليه؟ ايه اللي جابني؟ جاي اطمن عليك، هو حصل ايه؟ اللي حصل حصل يا اختي، اللي حصل حصل يا اختي، وطبلت فوقنا فوقنا يا اختي، طبلت فوقنا فوقنا يا اختي. بس يا اختي بس يا بس انت هتعددي. اثباتي اثباتي يا ما عدتش ليه؟ ما عدتش ليه؟ على الهم اللي طلنا يا اخوي، بعد غضب عمي علينا هنشوف خير في الدنيا. بس يا امال بس بس يا اختي انت مستهونه باخوكي ولا ايه؟ لا شوفي لما اقول لك، طول ما انا عايش مفيش حاجه ابدا هتنقصك صدقيني. يخليك لي. عايزك في كلمتين يا سي عثمان. فيا محروس قوله خلصني، جالي خبر دلوقتي ان البوليس قبض على صبر وعثمان اول ما رجعوا من هنا. وايه السبب؟ اكيد تحقيقات النيابه بخصوص حريق الديوان، واكيد هيقبضوا علينا احنا كمان، ما احنا كلنا شركاء. يلا ما هي خسرانه خسرانه، انا عندي فكره وجاهزه للتنفيذ. لا خلاص ما عادتش في افكار تنفع بعد ما بقيت تحت رحمه عمي، واني خلاص سبته لضميره. يا حومتي هي وصلت للدرجه دي؟ واكتر واكتر يا مناهد، وكله بسبب بهجه الكلب دي. بهجه ملوش لازمه من غير عمك، يعني لو عمك مات مش هيعرف لا يروح ولا يجي. اسمعني بس يا جوز اختي، الارض اللي تحت ايدينا والمصالح اللي بينا محدش يقدر يسحبها الا الغرباوي. عاصم حيتوه بينا ودي فرصتنا عشان ما نطلعش من المولد بلا حمص. تقصد ايه؟ تديني الاذن ودي الاشاره لابو عمران يقتله. عايز تقتل عمي يا كلب؟ يا سي عثمان ارفع ايدك لفوق. ايه يا ولد عمي، وانا عملت حاجه ولا ايه؟ لا ما انا عارفك انك كنت بتصطاد عصافير يا اخويا. اطلع الدم يا رافض، يا رافض الحق يا اخويا الحق، البوليس قبض على خيالك يا ولد. يا رافض اعمل حاجه، خلي محروس هيودي بابا في داهيه. اسكت انت يا بابا، هي دي الحقيقه. ممكن تسكتوا كلكم؟ مش شايفين جدي بيموت؟ أجرته عشان يقتل عمي يا محروس. اللي يبيعنا بيعه، وخسارة بخسارة، يبقى أنت اللي بتؤمر وأنا اللي بنفذ يا سيدنا. واني هلومك على خيانتك ليه؟ إذا كنت أنا قبلت الخيانة على نفسك وخنت عمي، عم اللي رباني. اسمعي الكلمتين دول وبلغيهم لأبويا، مش موجود في المكتب والموبايل على طول مشغول. اتصرفي انت وبلغيه، قولي له ان جدي في المستشفى بيموت، يمكن يحب يجي يستسمحه ويبوس رجليه. احنا عايزين ايه غير كده؟ ما يموت. مين اللي بيموت يا ماما؟ اللي مش عايز يموت ويريحنا. جدي جدي بيموت. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ هكلم بابا ومامي، لازم نروح له حالا. لما يموت نبقى نروح نعمل واجب في البلد. وانا مش هستنى لما جدي يموت، انا رايحه له حالا. تعالي هنا، انت اتهبلتي ولا ايه؟ مش يمكن تكون لعبه معموله عشان يجرجرونا على البلد؟ يا ماما هي كل حاجه لعبه لعبه، حتى في الموت انا لازم اروح له حالا. طيب يا ابو سينا يبقى خليه ينفعك. ما تقوم يا رأفت يا اخويا، قوم بدل ما انت قاعد القعده دي، روح شوف خالك جراله ايه. اديك شايف نهد وامها قاعدين هما بيحاول الله يا ربي، لا بايدهم ولا برجلهم ولا يعرفوا يعملوا حاجه حتى لو راحوا له. خساره. خساره ايه يا والد؟
خساره فيه اللي عمله معاه جدي. طمني يا ماما على اخوك. جدي عمل اللازم من صباحيه ربنا، من قبل حتى ما يحاسبكم ويجرالوا اللي جرالوا. هتنطق يا ولد؟ هتقول عمل ايه؟ جدي لما عرف ان التهمه لابسه خالي مفيش فايده، كلف حمدي عبد الحميد المحامي ان يروح يسحب البلاغ. حبيبي ما هنش عليه ان ابن اخوه يطلع حرامي قدام اهل البلد كلهم. بس في حاجه مهمه بقى انت ما تعرفهاش. ومش عاوز اعرفها. ما كفايه بقى. هنفضل لغايه امتى ندلع على الغلط؟ ما تسيبه اللي يغلط ياخد جزاؤه بقى. الحرس بتاعي اتاخر قوي في الاسم. بقول لك يا سارة انا ماشي. انا وجودي هنا ما بقالوش اي لازمه، وكمان مش في مصلحتك. مش تستنى لما اطمن على جدي؟ خلاص بقى، ما عادش يهمني حياته، خصوصا بعد ما عرفت ان عاصم وألفت رفعوا قضيه حجر عليه. ليه يا بابا تزعلني منك كده؟ يا حبيبتي خليكي واقعيه، احنا كده رجعنا لنقطه البدايه واصعب كمان، لان عاصم وألفت هيكسبوا القضيه ديت حتى لو عاش الغرباوي. يعني كده ولا كده، احنا في حرب طويله قوي مع عاصم وألفت. كفايه خلاص، انا مش عاوزه منهم اي حاجه. وانا مش هتنازل عن حقك وحقي. بقول لك ايه، خليكي قاعده هنا عشان تاخدي بالك من جدك، لو حصل له اي حاجه اتصلي بيه عشان اعمل حسابي. ها، راح فين يا عم؟ عندي مشوار مهم رايحه. بقول لك يا رفعت، خد بالك من سلوى. سلوى في عينيا. بقول لك يا سلوى، ما تخش كده شوفي ايه الحكايه وطمنيني. وجودي ملوش اي لازمه يا رفعت، هو دلوقتي واخد حقنه مهدئه وزمانه نايم، وكمان مع العلم المحليين. ادعي بس ان هو يقدر يقاوم. يا رب، ده احنا من غيره هناكل في بعض. ارحمنا. يا عمي يا حبيبي يا عمي، اقطعني اقطعني يا اخويا، قطع ما لا وصل ابدا. يا حبيبي اقطعني. خلاص يا امان، خلاص. اللي فات مات. لا مش خلاص، لا مش خلاص يا عمي، انا مش هسامح نفسي ابدا. طب وكتاب الله اللي بحبك؟ ولا عمري ابدا يعني يبقى في نيه تسوي من ناحيتك والله. مش وقت يا امان، سامحيني عشان طردتك في ساعه غضب، لكن ما تسيبيش بيتك. بيت؟ بيت ايه يا عمي؟ ده البيت من غيرك بقى خرابه. بنت يا سلوى، دي تاني مره بتنقذي حياة جدك. ربنا يخليك لي يا جدي، الحمد لله على سلامتك. امال فين ابوكي؟ اصل بابا جاله شغل فجأة كده واضطر يمشي. معلش انا لسه ما حسبتوش، ولا عشان ما انشغلت بعثمان ابقى حاسبته؟ كفاية حسابات بقى يا جدي، حسابات الماضي بتقلق الحاضر بس بتنور للمستقبل. واضح ان كل واحد له غلطات في ماضيه، وكشف الغلط ده هو اللي بيصعب السماح والغفران. جدي انا مع سلوى. يا جدي احنا نقفل صفحه الماضي خالص، كفايه علينا اللي جرى بقى. ايوه يا عم، بلاش نبش، مش عايزين نبش في الماضي زي اللي بينبش في القبور. ايوه، واصل اللي في القبر ده عمره ما هيطلع تاني ابدا. موافق، انا حسامح في اللي ليا، لكن اللي عليا لازم اكشفه، حتى لو نبشت في 100 قبر، ده شرف يا انا. قصدك يعني حكايه ابوي؟ ايوه، السكينه التلمة اللي درحتوني بيها. لكن معلش، المسامح كريم. انا اهم حاجه عندي دلوقتي الاتنين دول، سلوى ورأفت. ربنا يخليك لنا يا جدي، ما يحرمناش منك ابدا. جدي يا حبيبي يا جدي. اهلا اهلا يا ابو سينا، ازيك؟ ازيك يا بنتي؟ انت عرفت ازاي؟ انا جدي اللي اتصلت بيهم وعرفتهم كلهم. امال فين ابوك؟ ما كسبت يدخل؟ ها؟
انا اول ما عرفت سبت لهم البيت وجيت جنبي. الحمد لله على السلامه يا جدو. الله يسلمك. انتوا اهم حاجه عندي في الدنيا دي، وفي ده يا عاصم وعثمان. انا كان كل همي ازاي اقول لسلوى يا مرات جدو. بقى انت يا بنتي الاخرى كنت متصوره ان انا ممكن اتجوز سلوى؟ انت اللي اقنعتنا بكده يا جدو. ده انتوا عيله مخبيل. ولا الواد رأفت يا عيني غلبان كل شويه يقول لي اعمل معروف يا جدي، اعمل معروف، ابوس ايدك ما تتجوزي. ما يا جدي لو كانت ضاعت مني سلوى بصراحه ما كنتش عارف اعوضها تاني. الله، ايه يا ناهد؟ تعالى يا بنتي، رايحه فين؟ ابدا يا جدي، كنت جايه اطمن عليك. طب امال امك قاعده لوحدها بره ليه؟ اصلها قلقانه على بابا، ما احنا ما سالناش فيه وجرينا وراك انت. خبريه يا رأفت، انت سبت خالك وما سالتش فيه ولا ايه؟ خالي مش ناقصه حاجه يا جدي، بس هو لازم يبات في القسم علشان بكره هيتعرض على النيابه. ده قانون ماشي على الكل، والاستاذ حمدي المحامي هيبقى معاه ان شاء الله، وربنا يجيب العواقب سليم. عموما ما تقلقيش على ابوك يا بنتي، ده عثمان الغرباوي كل من في المركز يعرفه، وطلباته دايما هتكون مجابه. ده اذا انت رضيت عنه يا جدي. ربنا وحده يعلم اللي في القلوب. ما تقلقيش على ابوك يا بنتي، ده مهما كان خالي برضه ده عمره ما يبقى ميه. قال لي هقوم بقى اقعد مع ست ملاهد بره لحسن قاعده لوحدي. ويا اخويا الاوضه بقت زحمه قوي، وانت فرحان بلمه العيال حواليك. ربنا يخليهم ليك ويخليك لينا كلنا. يا خبر على لسانك اللي عايز انقطع منه حته. معلش يا بنتي، ربنا رزقك بحما لسانها زي الفرقله. ايه هو خلاص؟ نقول مبروك يعني؟ ان شاء الله. لا هو لا خلاص ولا حاجه. انا لسه ليا اب وليه شروط. لا يقدر على القدره اللي ربنا يا سلمى، بس انت عارفه ان ابوك عايز العيله كلها تتجمع عشان تطلبك، وانت عارفه ان ده صعب. وانا بقى متمسكه بالصعب لاني عارفه الهدف اللي وراه. الهدف واضح، ان الكل يعترف بيك. وانت بقى مش معترفه بيا؟ صعب على الجميع انهم يعترفوا في شهر واحد بشيء كان مجهول لهم العمر كله، وانا كواحده من مجموعه لو اعترفت بسهوله ما استبعدش ان اصحى من النوم في يوم من الايام الاقي ليا اخت اكبر مني بتشاركني في سريري ومفروض عليا احبها. طول عمرك عقله يا بنت ابني، بس يا ترى مين السبب؟ اللي ظهروا ولا اللي خبوا؟ اكيد اللي خبوا داروا. يبقى الذنب ذنب ابوك وامك مش ذنب سلوى، هما اللي موتوها بالحياه ونكروا وجودها، وواجب علينا كلنا دلوقتي نرد لها اعتبارها. صح صح يا جدي. وده يبقى اقل رد اعتبار انك تاخدوها في حضنكم كلكم وتقولوا لها الحمد لله على السلامه يا دكتوره سلوى. خلي بالك يا بنتي انا سميتك ناهد على اسم امها. اهلا بيكي في عائلتنا يا بنت عمتي، نفسي لي صفحه جديده يا فندم. عندك يا ولد. ايه يا فتاه؟ يا جدي حرام والله، ده ظلم، اشمعنى انا؟ Ha ha ha!